زوج عتابو هي مغنية مغربية من مواليد مدينة مكناس يوم 9 ماي 1960. هي ملحنة ومغنية وكاتبة أغاني، ربما أكثر أغانيها شهرة هذيك البابينة. اشتهرت في الثمانينات بأغانيها الشعبية بالعامية المغربية. اشتهرت نجاة عتابو بفضل موهبتها وزميلها المطرب الحاج الحسين الذي اكتشف صوتها عام 1983. وأول مرة كنكتشف بأن عندي صوت، الصوت ديالي يعني جميل وصالح للغناء في هذه البلاصة هذه. وجلست هنايا في هذا المكان اللي غنوريه لكم بالضبط. الشجرة هي هذه، أنا عاقلة عليها مزيان، عندي تذكار معها كبير بزاف وجميل بزاف. جلست في هذه البلاصة وخديت ستيلو وورقة وكتبت الأغنية تاعتي الأولى ديال جونيمار. هو الوليد الوليد، هو أنا جيت جونيمار، هو أخ جونيمار قلبي واللي بغاك عمري. هو الوليد الوليد، هو أنا جيت وهي اليوم واحدة من أكثر المغنيات شعبية في المغرب، حيث بيع من ألبومها الأول جونيمار 500,000 نسخة. ولدت نجاة لأسرة فقيرة مع 5 أشقاء و4 شقيقات. حلمت نجاة أن تصبح محامية، لكن حياتها اتخذت مجرى آخر. الغناء كان الشيء المحبب إليها فعله، وكانت تغني كل صباح أثناء ذهابها إلى المدرسة. كانت نجاة تتسلل من نافذة غرفتها لكي تغني في الأفراح الشعبية وحفلات المدرسة لأجل المال. واحد المره كانت عندي واحد صديقه ديالي عرضتني لواحد العرس، مشيت معها، بقات هي كتقول لي غني هذه الاغنيه، وهي متفقه مع السيد اللي كان كيسجل المريض، وخرجوا الكاسيت يعني بدون ما ياخذوا اذن ديالي، يعني بدون ما ناخذ هنا علم بان كاين تسجيل. حتى تفاجأت انا بحالي بحال الناس صوتي. في واحدة من الحفلات قام أحد الضيوف بتسجيل صوتها، وتم بيع التسجيل بطريقة غير قانونية وانتشر في أنحاء المغرب، وأصبحت لأغنية جونيمار شعبية خاصة. سرعان ما اكتشفت عائلة نجاة أنها تغني، ولم يقبلوا باختيارها الغناء كمهنة. هدد إخوتها بقتلها إذا استمرت في الغناء. قررت نجاة الهروب من المنزل بعد أن شعرت بالخوف، وكان أول اختيار لها للهروب المتجر الموسيقي لأنهم كانوا يعزفون موسيقى هناك. كما قالت لاحقا، وفي نفس اليوم دخل إلى المتجر المنتج الموسيقي المغربي مصطفى الميز يبحث عن نجاة بعد سماعه لأغنية جونيمار، وطلب منها أن تثق به وتذهب معه، حيث أقامت لمدة 3 سنوات وعاشت مع والدة المنتج. بعد ذلك حصل الصلح مع عائلتها، اتفهموا أمر غنائها. شريت الكاسيت أمبيراتي، يعني ماشي كاسيت مسجلة قانونيا، يعني كلها أمبيراتية، واتبعت يعني بواحد الشكل غريب، وبدأ الاسم ديالي متداول في المغرب كله، نجات. ولكن أنا كنت خايفة لهم يعرفوا باللي أنا، فكنت عايشة واحد الخوف يعني ما نقولكش عليه. منين ساقوا الخبر الدار كانت مصيبة. نهار تحت يا معطلة وخرجت.
بالنسبة لي كانت يعني مصيبة كبيرة. يعني با أنا با مرض لأن حشم ويعني جات فضيحة، يعني فضيحة في بالنسبة للعائلة فضيحة. والوالدة كتبكي وخوتي ما بغاوش، يعني لا ميلود ولا أي واحد، حتى واحد ما بغا. ضربوني، اتفقوا الدراري قالوا احنا غادي نقتلوها. اضطريت أني نهرب من دارنا نمشي للدار البيضاء، وكان أنا عندي 17 سنة أولا، ثانيا ما مولفاش كنخرج، ما مولفاش كنسافر باش تكون عندي فكرة يعني ونسافر ما نخافش. ما عارفاش فين نمشي ملي خرجت من دارنا، من هنا من الباب ما عارفاش فين نمشي، غير الدموع وتالفة وتنقول يا ربي شنو غادي ندير. تقريبا جلست 3 سنين، ربي عوضني اللهم لك الحمد، لأن العائلة ديالي كلها كتبني كلها كتحسرني. وكان أول اختيار لها للهروب المتجر الموسيقي، لأنهم كانوا يعزفون موسيقاها هناك. كما قالت لاحقا، وفي نفس اليوم دخل إلى المتجر المنتج الموسيقي المغربي مصطفى الميلز يبحث عن نجاة بعد سماعه لأغنية جوني مار، وطلب منها أن تثق به وتذهب معه، حيث أقامت لمدة 3 سنوات وعاشت مع والدة المنتج. بعد ذلك حصل الصلح مع عائلتها، اتفهموا أمر غنائها. من ألبوماتها The Voice of Atlas عام 1961، Country Girls and City Women عام 1997، نجاة عتابو عام 1998، لا ديفا ماروكان عام 2001. نجاة عتابو تزوجت من المنتج الموسيقي المغربي حسن ديكوك، ولديها طفلين سامية ديكوك ووليد ديكوك. وبعد طلاقها من حسن ديكوك تزوجت مراد مدير أعمالها الحالي. وقد شاركت نجاة أيضا في فيلم موروكو سوينغز، وهو عن جيلين من المغنيين المغاربة.